أهلا بكم من على مائدة السحور، هذه المرة من ميدان قارون في محافظة الفيوم. معنا أسرتين من محافظة الفيوم وعدد من أبناء المحافظة للحديث عن المشاكل اليومية والحياتية في محافظة الفيوم والحلول المحتملة لهذه المشاكل. أهلا بكم جميعا. معنا أولا أسرة الأستاذ حمدي. أهلا بكم أستاذ حمدي. أهلا مسعد. وأسرة الأستاذ أيمن أهلا بك. أهلا وسهلا. نبدأ معكم أولا، يعني يصعب الحديث عن المشاكل التي يعاني منها أبناء الفيوم دون يعني الحديث عن المشاكل التي يعاني منها أبناء مصر بشكل عام في هذه الآونة وهذه الظروف، ويمكن آخرها يعني ما حدث في سيناء من هجوم ومتابعتكم للي حصل. هل أستاذ حمدي رأيت ما تم من إجراءات من قبل رئاسة الجمهورية ومن قبل الرئيس محمد مرسي وجميع الأجهزة الحكومية؟ هل هذه الإجراءات ترقى إلى مستوى الحدث الذي حدث في سيناء وربما يعني رأى كثيرون فيه أنه حادث كان يجب ألا يقع ويجب أن نتخذ إجراءات تمنع وقوع مثله في المستقبل؟ والله الإجراءات اللي حصلت إجراءات ممتازة اللي عملها الدكتور مرسي، وكان مفروض تتعمل من زمان مش من دلوقتي. كان مفروض نأمن سيناء من فترة طويلة، وكان عندنا معلومات كتيرة إن في جماعات هناك كتيرة، لكن اللي حصل خلاص مش مشكلة يعني. ودلوقتي الإجراءات اللي هو عملها كويسة، ودخول الجيش هناك إيه كويسة في الإجراءات اللي عملها؟ هل مثلا بالقرارات اللي اتخذها بإحالة مدير المخابرات للمعاش وتعيين مدير جديد للمخابرات العامة وإقالة محافظ شمال سيناء وأيضا سلسلة من الإجراءات الكثيرة اتخذت عقب هذا الحادث، هل هذا كافي؟ أيضا أنه زار مكان الحادث مرتين يعني في أقل من يومين، زار مكان الحادث يعني. والله سعادتك هي بداية، المفروض كل مقصر المفروض ياخد جزاءه، لأنه بيأثر تأثيره ده كان على حساب أرواح ناس كتيرة جنود كتيرة، فأي إنسان أثر المفروض بيتنحى شوية ويجي مكانه إنسان المفروض إن هو بيراعي ربنا في عمله. يعني أنت شايف المرحلة الجاية لا مجال للمقصرين؟ دي بداية. دي بداية إن شاء الله. كل إنسان مقصر المفروض يتنحى ويجي حد مكانه. المفروض يتنحى ولا ينحى؟ ينحى. المفروض ينحى بطريقة يعني أظرف شوية، ويجي حد مكانه يراعي ربنا في عمله على أساس ما يروحش الأرواح دي تاني. أسألك يا مدام، هل أنت شايف الإجراءات يعني ترقى إلى مستوى الحدث، ولا أنت شايف إني يجب أن تكون هناك إجراءات يعني أكثر حزما وأكثر صرامة؟ أكيد يعني أكيد اللي حصل ده كنا كلنا طبعا حزنين على اللي حصل ده كله. وطبعا صورة الشهداء قدامنا ما بننساش المنظر، يعني كفاية إن هم كانوا صايمين ووقت إفطار، يعني غدر اللي حصل ده غدر ليهم، والمفروض إن إحنا يعني إذا كنا هنأمن نأمن كمان وكمان علشان ما يحصلش أي حادثة. طيب يعني إزاي نأمن سينا من وجهة نظرك؟ هل هي المسألة فقط بالعملية العسكرية الموجودة حاليا والمستمرة حاليا في سينا لملاحقة البؤر الإجرامية، ولا هناك إجراءات أخرى يجب أن تتخذ يعني حتى تحقق الأمن في سينا؟ كمان في لازم تكون في طيارات مراقبة وطيارات ترصد كل خطوة بتؤدي للمكان ده علشان ما يحصلش كارثة تاني، وإن شاء الله تكون آخر الأحزان لينا والمصر كلها. طيب يا أستاذ أيمن أنتقل ليك، يعني هل ما حدث في سيناء فعلا يعني سقوط يعني 16 شهيدا من جنود حرس الحدود وإصابة 7 آخرين، هل هي بالفعل كارثة يجب أن ننتبه إليها ويجب أن تكون زي ما بقول بعض رب ضرة النافعة ونلتفت وما ننتظرش حتى يقع الحادث حتى نقول نهتم بسينا يعني؟ نبتدي بالصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام، ونبتدي إن شاء الله بالترحم على أسر الشهداء 16 شهيدا، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فهم شهداء ولكن أحياء عند ربهم، ولكن لابد أن نتخذ العبرة في هذا الحدث. العبره بقى العبره في هذا الحدث لابد من تشدد التامينات على التامين على الحدود السيناويه، ولابد من معاونه الاهالي السيناويه خلاص مع القوات المسلحه ومع الامن الداخلي. اذا كنا هنا يا سيدي الفاضل
الامن الداخلي ليس يوجد لا يوجد يعني امن قبل جميع المحافظات. يعني قبل الدخول للامن الداخلي خلينا في سيناء دلوقتي انت بتقول يجب ان احنا يعني نفعل دور العشائر والقبائل في المساعده في الكلام يعني ازاي نحفز اهالي سيناء ان هم يعني يلعبوا راس الحربه في تحقيق الامن والاستقرار في سيناء بالتعاون مع القوات المسلحه ولا بد من ان تكون اجتماعات معهم استمراريه مع المجلس الاعلى للقوات المسلحه والجيش هناك في سيناء يتعاون مع كبار القبائل مع كبار القبائل في حركه او في مثلا معلومه يدوها على طول لمن هو المسؤول في القوات المسلحه او اللي هو في سيناء يقول والله احنا سمعنا اليوم النهارده اللي فيه فلان بيقول كذا ده ليست ارشاد ولكن دي معلومه ليه لان مش هنعمل بقى احنا زي مدير المخابرات اللي قال احنا كنا عندنا المعلومه وما عملناش بيها حاجه. شايف انتشار يعني وجود الجماعات المتطرفه والبؤر الاجراميه التي يعني تلاحق حاليا من قبل القوات المسلحه سبب وجودها في سيناء ايه؟ هل هو نتيجه الفراغ الامني، نتيجه ثقافه معينه، نتيجه اهمال لابناء سيناء على مدى عقود طويله، نتيجه ان ابناء سيناء بعضهم بيقولوا احنا مغتربين داخل وطننا؟ نتيجه البعد الامني عن سيناء ونتيجه عدم الدعوه وانتشار الدعوه هناك في سيناء. اي دعوه تقصد؟ الدعوه اقصدها بمنطقتين. الدعوه اللي هي المعلومات القوات المسلحه المفروض هناك يبقى في دايما استمراريه بدل ما نيجي نعمل اهوت مثلا مجلس اجتماع مجلس الوزراء هنا اهوت لاقي مجلس الدفاع الوطني الدفاع الوطني يتعمل هناك في سيناء يبقى في حركه على طول. طب انت شايف يعني بهذه المناسبه طب يعني الرئيس محمد مرسي ومعه رئيس المجلس العسكري المشير طنطاوي يعني قاموا بزياره يعني عين المكان مرتين خلال دي حاجة يومين دي حاجه كويسه معناها اليوم النهارده حاجه كويسه جدا وكلنا فرحنا بيها اللي هو راح هناك النهارده بدون ميعاد او بدون زي ما كنا بنسمع زياره مفاجاه مش الاول كنا بنقول كان بيتكلم ان الرئيس رايح الاقي قوات ولا لا ولكن دي زياره مفاجاه فلو الرئيس يعمل كده مثلا في كل محافظه او في اي محافظات اللي هي فيها الحدوديه المحافظات الحدوديه جماعات المتطرفه او الارهابيه هتستوعب الدرس كويس يعني هل زياره الرئيس او زياره رئيس المجلس العسكري يعني كافيه لاخافه ولا محتاجه اجراءات على الارض يعني محتاجه يعني من بين الاجراءات يعني اقول لك مثلا ان الترتيبات اتفاقيه كامب ديفيد بتجعل ان من وجود القوات المسلحه على في المنطقه جيم اللي هي المتاخمه للحدود مع مع اسرائيل يعني بتبقى اسلحه خفيفه هل يعني تامين سيناء محتاج اعاده نظر في ترتيبات كامب ديفيد طبعا اكيد وده ولازم نستغل النقطه اللي حصلت ديت اللي هم في مقتل 16 شهيد إعادة النظر في اتفاقية يعني خلينا عند الشهداء نسأل بس المدام بتاع حضرتك اتفضل يعني مدام انتوا بتشوف الحدث اللي حصل في سيناء ازاي تابعتي يعني اسر الشهداء كان شعورك انت كمصرية من محافظة الفيوم يعني تبعدي عن المكان يعني الاول كنا بنقول كان بيتكلم ان الرئيس رايح الاقي قوات ولا لا ولكن دي زياره مفاجاه فلو الرئيس يعمل كده مثلا في كل محافظه او في اي محافظات اللي هي فيها الحدوديه المحافظات الحدوديه جماعات المتطرفه او الارهابيه هتستوعب الدرس كويس يعني هل زياره الرئيس او زياره رئيس المجلس العسكري يعني كافيه لاخافه ولا محتاجه اجراءات على الارض يعني محتاجه يعني من بين الاجراءات يعني اقول لك مثلا ان الترتيبات اتفاقيه كامب ديفيد بتجعل ان من وجود القوات المسلحه على في المنطقة جيم اللي هي المتاخمة للحدود مع إسرائيل يعني بتبقى أسلحة خفيفة هل يعني تأمين سيناء محتاج إعادة نظر في ترتيبات كامب ديفيد طبعا أكيد وده ولازم نستغل النقطة اللي حصلت ديت اللي هم في مقتل 16 شهيد إعادة النظر في اتفاقية يعني خلينا عند الشهداء نسأل بس المدام بتاع حضرتك اتفضل يعني مدام أنت بتشوف الحدث اللي حصل في سيناء إزاي تابعتي يعني أسر الشهداء كان شعورك انت كمصريه من محافظه الفيوم يعني تبعدي عن المكان يعني مئات الكيلومترات يعني ازاي تابعت الحدث انت هنا في الفيوم؟ قرب الميكروفون حضرتك اتفضلي قرب الميكروفون قرب الميكروفون يا مدام سؤالك بيقول لك يعني الحدث الحدث تابعتيه ازاي؟ تابعت انت تعرفي اللي حصل في رفح ولا لا؟ في سيناء اللي هم 16 جندي اللي مات 16 جندي اللي مات كان شعورك ايه؟ زعلت يعني ولا ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم احنا اكيد زعلنا على الناس اللي ماتت كتير 16 جندي طب يعني انتقل لموضوع اخر يعني اكيد اللي حصل في سيناء يا استاذ حمدي ده يعني استاذ حمدي استاذ ايمن تكلم ان الموضوع
يعني هو مرتبط بالفلتان الامن الموجود في مصر كلها. يعني كيف هو الحال الامن هنا في محافظه الفيوم؟ يعني قبل ما نطلع على الهواء كنت تكلموا انه الامن في الفيوم غير مستتب، ويعني لا امن ان بنتي تمشي لوحدها في الشارع. قبل سعادتك ما نعدي المرحله دي، بالنسبه لسينا اول حاجه المفروض نعمر سينا. اتفضل. احنا لو بدانا بتعمير سينا كل المنظمات الارهابيه دي هتنتهي. كل مشروعاتنا وكل امكانياتنا نوجهها لسينا، لان سينا دي احنا سبناها من زمان. وهو ده السبب الرئيسي اللي بتتركز. طب سبناها ده سبناها عن عمد؟ عن عمد. ليه عن عمد؟ والله النظام القديم كان عايز كده. النظام القديم كان عايز كده. لكن هي فيها خيرات كتيره جدا، ومفروض نركز كل مواردنا كل امكانياتنا هناك. ونعمرها، والشباب يروحوا هناك ونعمل مصانع كتيره هناك. الموضوع ده هينتهي بتعمير سينا. قال بالفعل يا مدام متفق مع الاستاذ حمدي ان العمليه مش عمليه نشر قوات، وان اللي عشان نعمل بقى وقايه ونمنع اي عمليات تانية، يعني هو يعني نقطه او حائط الصد الاول هو تعمير سينا. ده اكيد طبعا، وكمان يدي للشباب فرصه ان هم يعني يشتغلوا ويعمروا المكان وما يبقاش يعني خالي ومعرض لاي ارهاب تاني. اكيد يعني اكيد ما يبقى في مصانع يعني هتحل مشاكل كتيره، واكيد يعني الناس كلها تستفاد والبلد يعني تستفاد. يعني التنميه هي الاساس يعني. اكيد من ممكن مثلا ناخد ابناء من الوادي او اسر من الوادي ونوديهم يتوطنوا في سينا ونملكهم اراضيهم ويزرعوا ويعيشوا، وده يعني يخفف العبء عن الوادي. خير في البلد المفروض ان احنا نستغله. خير في البلد المفروض ان احنا نستغله. طب انت شايف يعني هل في عقبات ان احنا نعمل كده، ولا انت شايف ان كان في تقصير من الحكومات المتعاقبه؟ يعني سينا حررت بشكل كامل وعادت الى مصر سنه 81، يعني مر ثلاث عقود 31 سنه. احنا مش هنفكر بقى في النظام السابق، وان شاء الله املنا خير في الرئيس الجديد. يعني املنا خير، يعني مستبشرين خير ان تكون البلد في امان، وغير ما احنا متوقعين يعني العدم الامان. احنا كلنا عايشين مفيش امان. طب يعني الرئيس الجديد ومعاه حكومه جديده برئاسه الدكتور هشام قنديل، يعني هل انت متفائله ان هم يعني لن يكتف فقط بالتصريحات ويتخذوا اجراءات على الارض وخطط تنفذ في سيناء، ولا برضه ايه هناخد برضه في خطط لتعمير سيناء والخطط صاحبها فلان وعلان ونبقى نمر سنوات وتفضل الامور محلك سر؟ لا المفروض ان احنا ناخد خطوه يعني ايجابيه في كل حاجه بنفسنا، والمفروض ان الشعب، الرئيس مش هيعمل كل حاجه. الشعب المفروض انه يكون معاه، والشرطه تكون معاه، وكل يعني وكل مصر تقف كلها مع بعض، لان اكيد يعني ما فيش حاجه هتتم الا ما كلنا مكملين لبعض. يعني كلمه كل مصر ديت يعني انت من ابناء الفيوم مش دايما، يعني ازاي يعني انت كأحد ابناء الفيوم ازاي يعني تستطيع ان انت تحفز الحكومه او يكون لك دور من قريب او من بعيد في مثلا حث الحكومه على يعني تنميه سيناء، وعلى ان التنميه هي ربما زي ما اقول خط الدفاع الاول وليس يعني اي اجراءات اخرى؟ والله يا فندم بقول لسيادتك برضو مفاجاه، والمفاجاه للمحافظات كلها فضل من ربنا. احنا اتصلنا بالدكتور هشام قنديل الذي على الفور صراحه خلى مكتبه اتصل بينا وتواصل معنا لتحديد موعد معه وابناء محافظه الفيوم وابناء والقوى الثوريه في محافظه الفيوم. يعني انتوا ناويين ان شاء الله خلال هذا اللقاء تتكلموا في موضوع سينا؟ باذن الله تعالى. طب ايه رؤيتك؟ ليست سينا فقط لوحديها، لان الانفلات الامني على مستوى المحافظات كلها. فالانفلات الامن ده يؤدي الى اكثر مما يعني كل يوم في 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 العشرات بيقتلوا. ولكن اي نعم دول شهداء، ولكن برضه في بعض المحافظات الاخرى في كل يوم عشرات بيقتلوا نتيجه للانفلات الامني. طب يعني اكيد انت عندك اقتراحات فيما يتعلق بالفيوم، يعني انت رؤيتك كابن من الفيوم يمكن ربما رحت سينا، ولكن انت يعني سينا جزء من الارض المصريه، مساحه شاسعه، يعني ازاي تقدم حلول لما يجري في سيناء؟ يعني وجهه نظرك. الحل اللي احنا ان شاء الله باذن الله هيطبق باذن الله، لان حل مقنع جدا. ايه هو هذا الحل؟ وان شاء الله هيعمم مع السيد وزير الداخليه في مقابلتنا له اللي هو احمد جمال الدين. اللي هو احمد جمال الدين اللي احنا هنقسم محافظه الفيوم لقطاعات. هنقسمها لقطاعات بحيث حاليا دلوقتي ايه سبب الانفلات الامني؟
اللي هو انت عبارة متفكر الى فكره اللجان الشعبيه وكذا مش ليست اللجان الشعبيه آه. لا يا فندم السبب الانفلات الامني اللي عندك اساسا ما فيش امكانيات في كل محافظه الا اربع عربيات دوريات اللي اسمها عربيه النجده في محافظه الفيوم في اربعه بس احنا هنعمل قطاعات نقسم الفيوم الى قطاعات والفكره دي يعني مستوحاه يعني من مرسي عياد اللي هو كان مدير الامن السابق هل انتوا اتصلتوا باللواء سعد الزغلول قعدنا من قيمة حوالي مدير الفيوم الفيوم الحالي حاليا دلوقتي سعد بيه زغلول وان شاء الله هنعرض عليه الفكره يوم على يوم الثلاث القادم ان شاء الله بحيث نقسم يعني الفيوم يعني انت قبل كده الوضع الامني الفيوم هل شايف الصوره ورديه ولا يا ريت بس تسيبني بس اشرح لسيادتك الفكره بعد اذن معليك الفكرة اللي احنا نطلب منهم بعض الموتوسيكلات تساعد العربيات النجدة موتوسيكلات دورية تنتقل الى الحادث بمسافة خمس دقائق او عشر دقائق على كل قطاع مقسم القطاعات ديت يبقى في القطاع ده مثلا في قطاع السواقي مثلا في موتوسيكل في كذا كذا يعني على اي اساس انتوا كناس عاديين بتقوم بهذا الدور تحت اي مسمى ابتغاء مرضات الله اولا واخيرا اه خلاص لان اللي بيموت ده مش شرط يكون ابني او يعني اخويا يعني عايز تقول ايه يبقى في تنسيق مجتمعي مع الجهات الشرطيه اه بما ان ننقل للاستاذ حمدي هل بالفعل يعني ضبط الامن والسيطره على الموقف الامني محتاجه تعاون من كافه الاطراف والامر فقط ليس يعني مسؤوليه الشرطه كل الناس المفروض تتعاون مع الشرطه بس احنا نحس الشرطه الاول نزلت بكامل قوتها زي الاول احنا يعني دلوقتي لما بنشوف الشرطه بتقبض على حد احنا بنبقى فرحانين فرحانين بوجودهم فرحانين لما بنشوف ضابط المرور وعسكر المرور موجودين في الشارع احنا نفسنا بنفرح لان احنا بقالنا فتره كبيره ما كناش شايفينهم بس مش بالكثافه الاولانيه يعني بنسبه 20% طب ايه رايك في الدور اللي بيتكلم عليه الاستاذ ايمن ده ان هو يعني هم بيقدموا اقتراحات لمدير الامن ان هم يوفروا لهم موتوسيكلات او درجات بخاريه ويساعدوا في السيطره على موقف الامن هل ده يعني شيء ايجابي ولا انت شايف ده ممكن يعني ايه يصنع يعني شريحه جديده ربما فيها الانسان المستقيم ممكن يدخل دخلاء في الموضوع انت شايف هذا دور ايجابي ولا سعيد لك انا شايف ان الداخليه عندها من الخبره والكفاءه والامكانيات ان ممكن تحل كل المشاكل دي احنا مش هنوجههم لان هم عندهم خبرات كبيره وناس مثقفين. طب ايه طبيعه المسانده الشعبيه للشرطه؟ احنا لما نشوف خطا نبلغ عنه. اه. ما نخافش ما نسكتش على الخطا. نحاول نتعاون معاهم بقدر الامكان. انما نسكت على الخطا هم بيتمادوا البلطجيه بيتمادوا في 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 البلطجيه. طب هل في مواقف انت مثلا تعرضت ليها انت والمدام او اولادك وانت ماشي مثلا في احد شوارع الفيوم؟ كتير انا بخاف امشي في الشارع انا اولادي بخاف. طبعا معكسات كتيره والفاظ سيئه والجو العام طب ما جربتش تتصل بشرطه ولا حاجه؟ اصل انا هتصل عليهم عشان اقول لهم معكسات او 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 صعبه هم عارفين واكيد هم عارفين كل البلطجيه بس هم ينزلوا بكامل قوتهم زي الاول طب ايه الاسباب اللي تخليهم ان هم حتى الان يعني كان في وزير داخليه قديم الرئيس الجديد محمد مرسي اعطاهم تطمينات في وزير داخليه جديد اللي هو احمد جمال الدين يعني اعتقد ان هم يعني معظم رجال الشرطه وقائد الشرطه بيقولوا انه يعني شخصيه تحظى بالقبول ايه اللي بيمنعهم ان هم يعودوا الى الشارع بكثافه ويخلوا الناس تشعر بالامن يا مدام ايه الاسباب والله هم المفروض يبقوا منتميين اكتر من كده للبلد لان البلد في دمار يعني ما فيش اسره تقدر تمشي في الشارع خالص معها بنت او سيده ورجل الاسره لا يعني مش عارف اقول لك ما يقدرش يحمي اسرته لان البلطجيه كلهم مسلحين في الشارع طب ايه يعني ايه الموقف اللي تعرضتي له وشفته مسلحين بيه البلطجيه اللي هنا هل اسلحه بيضاء ولا مثلا مسدسات ولا ايه نوع التسليح اللي معاهم احنا شفنا كل حاجه كل حاجه متاحه في البلد كل حاجه متاحه كل حاجه متاحه اه طب دلوقتي في الفيوم في مدير امن جديد اللي هو سعد زغلول و يعني هو كان ماسك اداره الاحكام يعني على مستوى الجمهوريه يعني تاملوا منه ايه خلال المرحله الجايه في الفيوم والله احنا يعني. ما علينا الا احنا نستبشر خير لامان البلد ويرجع الامان تاني وكفايه ان احنا نعرف بس نمشي في الشارع وكفايه ان احنا نامن على اولادنا لان احنا لا بنامن على اولادنا ولا على البيت ولا على حاجات كتيره جدا احنا مجرد ان احنا
شعب مغلوب على امره. طب يا شيماء، هل الصوره يعني ايه بهذه القتامه كما يتحدث عنها اسره الاستاذ حمدي؟ يعني انتم مثلا في حي شعبي، هل بالفعل الفلتان الامني والوضع الامني يعني غير مستتب الى هذه الدرجه؟ دي كانت من اول النصيحه اللي احنا قدمناها للسيد اللي هو سعد زغلول مدير الامن الجديد. اول نصيحه قلناها له اللي قال له عليك بالمناطق العشوائيه هتعيد الامن في محافظه الفيوم باكملها. لان المناطق العشوائيه انا نفسي فعلا اشوف استمع يقول لي ده مدير، يقول لي مثلا مدير الامن وقف عند الصوفي، مدير الامن وقف في الفواخير، مدير الامن وقف في عزبه مامون، مدير الامن وقف هنا او هنا او هنا. ولكن للاسف الشديد مدير الامن لو جه هنا يعني الحديث عن هذه المناطق ربما اللي مش من محافظه الفيوم ما اعرفش ايه الصوفي ايه الفواخير، يعني قلنا دي مناطق يعني طبيعه السكان عشوائيه، مناطق عشوائيه عشوائيه بحته وفيها تركز سكان، تركز مهول. طب اسالك يعني هل طبيعه الناس اللي بتعيش فيها ديت هي اللي ساعدت في خلق هذا المناخ وظهور هذه العناصر اللي هي يعني ممكن نقول عناصر اجراميه، عناصر يعني ايه الاسباب؟ عدم الثقافه وعدم الوعي. عدم الوعي الثقافي والفكري في هذه في هذه المناطق العشوائيه، عدم الاهتمام بيهم صحيا، عدم الاهتمام بيهم في الاسكان، عدم الاهتمام بيهم في في, 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 في وسائل كثيره جدا في التعليم. من اول يعني هل ده وليد اللحظه ولا ده يعني وليد؟ مثلا اهمال ممتد؟ لا ده كان على مدى سنوات طويله، اهمال ممتد على مدى حوالي اكثر من 35 عاما. ما كانش في حد اسام مسؤول في المناطق العشوائيه خالص. يا دوب لله الحمد من قبل ومن بعد اللي المحافظين حاليا المتواجدين فعلا بيلبوا طلباتنا وبيجوا وبيروحوا المناطق العشوائيه. ولكن المشكله مش في المحافظين، المحافظ بيتعاون كل التعاون التام، ولكن المشكله في المعضله في ايه بقى؟ المختلف في ايه بقى؟ في الساده وقلاء اول الوزارات، وزير اول الصحه بدون مسميات عشان ما حدش يزعل مننا. الساده يعني وزير الصحه وكيل اول الصحه الدكتور وزير الصحه يعني هل مثلا بيتقاعس عن تقديم مثلا الدعم اللي هي تجربه يا فندم؟ لينا تجارب معاهم يا فندم شخصيا. اتفضل. خلاص جبنا السيد وكيل اول وزاره الصحه، كان السيد المحافظ كان امر بصرف 1,800,000 على ما اتذكر لترميم 3 عماير، واعطى تعليمات للسيد وكيل الصحه اول وزاره الصحه الدكتور امام اللي هو يروح يعمل لهم حاجه اسمها زي وحده صحيه هناك. جبت الدكتور امام قال لي انت جايبني فين؟ قلت له بص ايه التنفيذيين مع السيد المحافظ. يعني المحافظ خصص مبلغ معين لاقامه وحده صحيه في هذه المنطقه ونزل الناس قعدناهم في خيم لبعض مين الناس دول؟ دي عامل تمرين 40 اسره. 40 اسره يعني 40 اسره عايشين في الطل دلوقتي؟ عايشين في الطل عايشين في الطل في الخيم. وعلى الرغم المحافظ خصص الاعتمادات الماليه، خصص الاعتمادات الماليه الا اهمال اهمال السيد وكيل اول وزاره الاسكان الاستاذ علي زين اللي هو علي زين العابدين. محلك سر في المقاول وتعامل المقاول رغم وعد السيد المحافظ. وصراحه المحافظ جاب المقاول قدامي وشد وقال له مسافه شهر ما خلصتش العماره. انا المحافظ بيتعاون تعامل تام، ولكن للاسف الشديد تنفيذيين بؤره. طب يعني هل يعني النظام القديم، طب يعني هل يعني التقاعس دوت يعني المحافظ ما يملكش ان يغير الناس ديت؟ احنا يعني في مرحله جديده اهوت. مش المقصر بقى سلام عليكم. المفروض في حاجه كمان اكبر اكتر من كده، المفروض اساسا يا سيدي الفاضل في اعتمادات ماليه اساسا ما جاتش من الوزاره اساسا. يعني الفيوم اساسا عشان تحل مشكله الميه والصرف الصحي عاوزه 300 مليون جنيه ميه الشرب وصرف الصحي. يعني قبل الحديث عن هذه فين المشاكل العامه اللي جت ده ينقلنا يا استاذ حمدي، محافظه الفيوم معروف عنها يعني ابنائها دايما بيشكون ان هم دايما ايه يعني في المؤخره في كل حاجه في الاخر، يعني في التعليم هم في مرتبه متاخره، في الصحه في مرتبه متاخره، كل النواحي في مرتبه متاخره. هل كان في اهمال متعمد للفيوم على مدى سنوات طويله؟ وازاي الفيوم تحتل يعني مكانتها؟ الفيوم يعني لما يعود التاريخ الفيوم كانت يعني مركز اقتصادي مهم جدا لمصر، حتى البعض بيقول ان الفيوم هي مصر الصغرى لما تمتلك من مقومات. هي الفيوم مش مهمشه بالصوره دي يعني. هي الامكانيات ضعيفه، ما احنا زينا زي ابن سويف. موضوع مشاكلنا هي مشاكل كل محافظات. يعني سعادتك نزلت في القاهره نفسها ودخلت احياء شعبيه، هي نفس الاحياء الشعبيه اللي عندنا في الفيوم. نزلت مناطق مراكز في الجيزه هتلاقي نفس المشاكل اللي بنعاني منها هي بتعاني منها محافظه الفيوم. لكن هي الامكانيات وعدم الاهتمام من الوزارات في مصر. والمفروض السيد المحافظ هو اللي بيطالب بالدعم. انت عايز حاجه لمياه الشرب بتطالب، عايز حاجه للصرف الصحي بتطالب. بس لكن هي زي محافظه بني سويف، زي محافظه المنيا، هي نفس المشاكل في التعليم،
نفس المشاكل في الصحة هي هي. وعلى أساس إن أنت شغال في الشباب كمان والرياضة برضو عاوز تقول إن الفيوم زي أي محافظة تانية؟ زي أي محافظة تانية، أنا بنزل محافظات كتيرة نفس القصة سواء في الصحة. طب نشوف بقى المدام بتاعتك، هل أنت متفق معاه في هذا الكلام إن الفيوم يعني الصورة وردية زي ما بيقول الأستاذ حمدي وزي أي محافظة بتاخد نفس الاعتمادات، ولا أنت شايف إن الفيوم يعني الفيوم أولا يعني تبعد عن القاهرة 90 كيلو، الفيوم المفروض يفترض إن فيها منطقة صناعية، الفيوم بلد زراعية، الفيوم بلد لها تاريخ، يعني معظم الحضارات أو معظم يعني فيها حضارة فرعونية، فيها حضارة رومانية، فيها حضارة إغريقية، يعني عندها كل هذه الأمور، وأكيد يعني في فجوة جامدة جدا ما بين ابن الفيوم وأي محافظة أخرى، ولا أنت شايف عكس كده؟ محافظة الفيوم بلد جميلة جدا. عايزة متابعة. متابعة من المحافظ، وإن شاء الله هتبقى صورة من القاهرة يعني. وهي بلد جميلة جدا، وفيها أماكن. هي صورة مش وردية برضو. بس احنا بنتكلم على يعني الخصوصية بتاع الفيوم. هي عايزة يعني شوية اهتمام والشرطة تنزل البلد بس. طب أستاذ أيمن، إيه شوية الاهتمام اللي بتقول عليه المدام تبقى الصورة بقى في الفيوم وردية؟ شرطة. الفيوم عاوزة لجنة تسمى متابعة عمل الميداني زي ما نقترح إن شاء الله على معالي السيد الوزير هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، متابعة ميدانية بحيث مثلا ما فيش شرطة شغالات. ألو بالمناسبة متابعة هنا، اتفضل. أخبار الكهرباء المية عندكم إيه؟ المية طبعا بتيجي الكهرباء زيادة أحمال فبتيجي متقطعة في بعض الأوقات، وبرضو أرجع أقول أما نيجي بنتصل بالسيد أول وكيل الوزارة حسين صباح ما فيش تعاون اطلاقا مع جميع الاجهزه، يعني الخط الساخن اللي هو يعني طالب الرئيس محمد مرسي بتفعيله في جميع المؤسسات الحكوميه لا يعمل ايضا. لا يعمل، لا يعمل، لا يعمل، لا يعمل. جربت انت يعني خلينا بامانه يعني اتصلت احنا دلوقتي مش خط الساخن 125 اللي هي بتاع الميه الشرب، ما بيبقى فيه احسن في الانفجار، ما ينفعش تتصل بالخط الساخن، زي ما كنتش تعرف المسؤول نفسه وتتصل بيه خلاص مش هيجي لك. اتصلت بالمسؤول لم يرد، اتصلت تتصل بالمسؤول اللي هو رأفت ما يردش، اللي هو رأفت ده ماسك ايه بقى؟ مدير هيئه صرف شركه الميه والصرف الصحي، هو الراجل اللي هو رقم واحد هناك ما بيردش يعني. هو احنا برضو مش عاوزين يعني ناخد في التفصيل، يعني الراجل يعني له حق الرد ايضا، اكيد يعني المفروض يرد. يعني مشكله الميه يمكن مشكله عامه على مستوى الجمهوريه، مشكله الميه مشكله عامه على مستوى الجمهوريه. مشكله يعني اعتمادات زي ما قلت. الكهرباء بقى ايضا مشكله اعتمادات. الكهرباء عندكم عامله ايه؟ الكهرباء عندنا يعني انا اعرف ارياف الفيوم الكهرباء بتقطع 3 مرات في اليوم مثلا. لا احنا عندنا الكهرباء يعني كويس اللي تقطع مرتين بس في الاسبوع. في الاسبوع؟ الحمد لله. طبعا انتوا عايشين في مدينة. انت عايشين في رفاية عشان مدينة. يعني اذا يعني في الريف يا استاذ حمدي الكهرباء، يعني هل انت شايف المبررات اللي دلوقتي المسؤولين بيتكلموا عنها وراء قطع الكهرباء شايفها ان مبررات منطقية؟ هم بيقولوا مثلا نتيجة العشوائيات ونتيجة النقص السولار والمازوت فبتحصل المشكله دي، انت المبررات دي يعني هي منطقيه سعادتك؟ لان سرقه التيار الكهربي منتشره في معظم المحافظه. يعني انا عايش في الفيوم ما بتقطعش الكهرباء، لو قطعت ساعه في الاسبوع يبقى كويس. انت يعني عشان المحافظه يعني عشان المحافظه انت يعني في عز يعني. لكن انت سعادتك تعالى شوف اي واحد بائع متجول عامل عربيه بيوصل من العمود بتاع الكهرباء كويس، وبعدين احنا في فصل الصيف كله شغال اجهزه التكييف، كله شغال مراوح، فده غصب عنهم يعني مستكتر عليهم المروحه يا استاذ حمدي في الصيف ده في الرطوبه. نعم، ما هو مش مروحه واحده ما يجراش حاجه بس يعني انت بتتكلم على واحد مثلا هنتكلم على قريه مثلا وبعدين يعني ما بتكلمش، انا بتكلم على المدينه هي صحيح. الاشكاليه ما انت يعني برضو انت من المدينه ربما يعني برضو زي ما بقول لك الايد في الميه ما زيته في النار. دلوقتي ابن القريه اللي هو لا يملك اصلا يشتري التكييف، انت يعني ليه تحرمه من ابسط الخدمات الكهرباء ان هو مروحه بس ايه زي ما بقول تطرره الجو شويه؟ ما هو التحميل سعادتك زاد خصوصا احنا في فصل الصيف، تحميل زاد. يعني انت شايف المبررات منطقيه؟ المنطقيه انا يعني ما نظلمش حد لان هم مش هيستفيدوا حاجه بتوع الكهرباء لما يقطعوا التيار، هم مش بيقطعوه تعمد، محدش بيعمل حاجه متعمده، لكن هي سرقه التيار التحميل الزائد هو اللي عامل المشاكل دي كلها. صار رمضان جه واحنا في شهر الصيف، لكن مفيش حد بيقطع كهرباء متعمد. طب اشوف المدام يعني وصفك برضو يعني ست بيت، يعني الناس الغلابه اللي هم يعني مثلا عندهم ثلاجه صغيره كده وجايب حاجه بسيطه حتى في الثلاجه، يعني مش حرام الحاجه دي تبوظ كده يعني؟ طبعا اكيد ده ابسط حقوقهم. ده ابسط حقوقهم.
اكيد يعني بتسمعي اللي بيحصل في قطع الكهرباء. اكيد واحنا زعلانين جدا اكيد. في بلاد بتشتكي كتير قوي من الميه والنور، بينقطع فتره طويله قوي عنهم، فطبعا ده يعني مش استعمال ادمي يعني. طب خلاص بقى كده ننتقل الى، يعني خليكم جالسين، ننتقل الى مكان اخر يعني لمناقشه مزيد من المشاكل في الفيوم. معنا عدد من الشباب وعضو مجلس اداره المدينه الصناعيه في محافظه الفيوم ليحدثنا عن هذه المشاكل. خليكم زي ما انتم. طيب زي ما انتم. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. يا اهلا بيكم. يا دكتور اسامه اهلا وسهلا. ازي حضرتك؟ الحمد لله تمام الحمد لله. احنا قاعدين في مكان سياحه اهوت. ايوه ده من إيه رأيك؟ الاماكن السياحيه. يعني طب ايه رايك دور يعني، هل هي الفيوم هي ميدان قارون فقط؟ الصوره الورديه في ميدان قارون ديت ازاي ننقلها الى اماكن اخرى في الفيوم؟ الفيوم عندها بحيره قارون 50,000 فدان، سواحل ممتده، عندها وادي الريان، عندها وادي الحيتان، مش هنتكلم يعني. هل انت شايف الحاجات يعني هل في اهتمام على قدر هذه الامكانيات، اهتمام سياحي؟ الحقيقه الفيوم بتتمتع بمجموعه كبيره جدا من المقاومات السياحيه، ومجموعه متنوعه جدا ايضا من المقاومات السياحيه. فمثلا في من الناحيه التاريخيه ومن الناحيه الاثريه، في اثار من اول اثار الانسان الاول في شمال بحيره قارون، عندنا حضارات بقى لها 10,000 سنه قبل الميلاد. يعني زي حضاره الفيوم الف، حضاره الفيوم ب. الحضارات دي مجموعه مواقع فيها ادوات كان الانسان البدائي بيستخدمها. فدي مواقع هامه جدا، مرورا بكل مراحل التاريخ المصري القديم. يعني عندنا اثار بتعود للدوله القديمه، اثار بتعود للدوله الوسطى، منها اهرامات معموله من الطوب الني. الاهرامات الوحيده في مصر، الاهرامات هواره واللاهون، زي اهرامات هواره واللاهون. في هرم في دهشور معمول بالطوب الني، ولكن الاهرامات المشهوره من الطوب الني موجوده في الفيوم، ودي ميزه. طيب يعني بعيدا عن الامكانيات الموجوده، الامكانيات موجوده وعارفينها. ايوه. احنا بنقول ازاي نطور هذه الامكانيات، ازاي نستغل هذه الامكانيات ان احنا ننشط السياحه في الفيوم. الحقيقه مش هنقول السياحه الاجنبيه، خلينا نتكلم على السياحه الداخليه. الحقيقه السياحه في الفيوم بتقابل مجموعه كبيره جدا من التحديات ومن العقبات. ايه التحديات والعقبات؟ منها مثلا على سبيل على مستوى الاستثمار. المستثمر اللي يجي عشان يستثمر هنا في الفيوم، عايز يعمل مشروع، عايز يعمل قريه سياحيه، فندق، اي حاجه، بتقابله اولا مشكلات مرتبطه بالروتين. لازم يجيب موافقات من 14 جهه. 14 جهه يجيب منها موافقات بمنتهى الصعوبه، لدرجه انا عاصرت في فتره ما كنت مستشار لحد شهر 3 اللي فات مجموعه كبيره جدا من المستثمرين، بيجي وبيزهق ويمشي. ما بيتمش استمرار الاجراءات ديت، مش سهله. وبالتالي هو بيقول انا ممكن استثمر في مكان اخر الروتين فيه اهدى، زي شرم الشيخ، زي الغردقه، زي مناطق اخرى اكثر شهره وفيها زبون. طب ايه الاقتراحات اللي انت قدمتها انت ومستشار؟ يعني انت بتتكلم عن الروتين، ما انت كنت مستشار وما قدمتش حلول لهذا الروتين وهذه العقبات. قدمنا مجموعه من الحلول، عملنا استراتيجيه كامله لتنميه السياحه اللي موجوده في الفيوم، حددنا الانماط السياحيه الملائمه للفيوم زي السياحه البيئيه، السياحه الريفيه، السياحة الترفيهية في بعض الأماكن، سياحة المغامرات وسياحة الصحراء، السياحة الجيولوجية، احنا عندنا وادي الحيتان وشمال بحيرة قارون ومنطقة وادي الريان. النقطة الثانية ان احنا نعمل زي مكتب واحد، المكتب دوت هو اللي يصدر، يعني المستثمر يتعامل مع مكتب واحد ويتولى هذا المكتب من خلال المحافظة التعامل مع بقية ال 14 جهة، هو اللي يجيب التراخيص منها وهو اللي يجيب منها كل الأوراق المطلوبة، في نظير مبلغ بسيط بيدفعه المستثمر، بس المستثمر بيستريح وبيتعامل مع مكتب واحد. تذليل العقبات امام المستثمر. تذليل العقبات دي امام الاستثمار. شوف انا بقول لك، انت راجل يعني تعمل في السياحه وعندك رؤيه وعملت في الجهاز التنفيذي. بكلمك يعني حاجه زي بحيره قارون، يعني نعلم الجميع ان بحيره قارون يعني 50,000 فدان. صحيح. صح ولا يعني ازاي يعني بحيره قارون عندما يعني تتجول حول البحيره يعني فعلا شيء يرسل، يعني لا تجد مكان ربما نظيف يستقبل اي واحد عاوز يقضي مثلا واولاده. يعني هل في خطط للنهوض بهذا حتى غير مستغله مثلا في التنميه السمكيه مثلا؟ في الثروه السمكيه. هي مستغله في الثروه السمكيه الى حد ما، ولكن الثروه السمكيه بتقابل مشكله كبيره جدا في بحيره قارون. ان الناس ما بتسيبش الزريعه تكبر، يعني تصطاد الزريعه وهي لسه صغيره. وبالتالي بحيره قارون مع ان نسبه الملوحه بتزيد في بحيره قارون سنويا، مع ان نسبه الهيفي ميتلز او المعادن الصلبه بتزيد،
نسبة التلوث في بحيرة قارون بيزيد، كل ده بيهدد الثروة السمكية، بيهددها بعيدا عن الثروة السمكية. نتكلم على السياحة. خلينا في السياحة. السياحة بحيرة قارون لان هي جزء من محمية طبيعية اسمها محمية قارون، فصعب جدا استثمارها الا في حاجات محددة جدا في منظومة السياحة. فمثلا ايه الحاجات اللي اقترحنا؟ التجديف. النهارده بحيرة قارون احنا رحنا عملنا دراسة على منطقة التجديف اللي موجودة في اسكندرية، وقابلنا كل خبراء التجديف الموجودين في اسكندرية. واسكندرية بالمناسبة فيها الملعب الدولي الوحيد في مصر في لعبة التجديف، وهي لعبة محترمة جدا جدا، وفي نفس الوقت ما بتشتغلش بموتور، وبالتالي مش هيبقى فيه تلوث. يعني ايه العقبات ان ده اتطبق في يوم؟ ما فيش اي عقبات خالص. بحيرة قارون اتحاد اللعبة جه وشاف الموضوع وقال ان سرعة التيار والعمق بتاع بحيرة قارون والمياه الموجودة في بحيرة قارون ملائمة جدا، طلب بس تخصيص مكان يبقى نادي لرياضة التجديف في الفيوم. ده خلينا نتكلم على البنية التحتية. يعني البنية التحتية دي مشكلة تانية خالص. إعداد المناطق التراثية والطبيعية في الفيوم للسياحة منظومة متهالكة جدا جدا جدا. يعني مثلا السائح علشان يروح منطقة كوم وشيم، منطقة هرم هوارة، منطقة بحيرة قارون كلها، مناطق الحرف البيئية اللي موجودة في الفيوم. منطقة كوم وشيم دي أثرية صح؟ طبعا. منطقه كرانيس. كرانيس. منطقه كرانيس اللي هي موجوده في كوم اوشيم الحاليه، دي مدينه يونانيه رومانيه قديمه من عهد بطليموس الثاني، فيها معبدين، معبد شمالي ومعبد جنوبي، فيها مدينه كامله كانت الناس عليها. هل هي مشكله وجود اثار ولا مشكله تسويق ليها؟ طبعا مشكله تسويق مشكله ثالثه، بس انا هرجع تاني لاعداد المناطق الاثريه. حضرتك كسائح عشان تروح المناطق التراثيه ديت مفيش تويلت حلو سائح يخشه، مفيش حتى لو سائح اصيب او حصل اي مشكله مفيش اسعاف قريب الا في بعض المناطق، بس في كل المناطق لا. مفيش مناطق يستريح فيها، مفيش كافيتيريا يشرب منها، مفيش مكان ياخد منه معلومه، مكتب استعلامات ياخد منه معلومه، مفيش حاجه، مفيش جايد، مفيش لوكال جايد، مفيش. يعني على الرغم ان الفيوم فيها كليه اثار دلوقتي وفيها كليه سياحه وفنادق. انا دكتور في كليه سياحه وفنادق قسم ارشاد سياحي. ومن بالمناسبة يعني انا سمعت ان كان كلية السياحة في فنادق الفيوم كان المفروض بتدرس فارة مرحلة اللغة الروسية واللغة الألمانية. صحيح. بعد كده بقول لك لغوهم. يعني على الرغم انه بقول لك السائح الروسي دلوقتي من اكثر السياح اللي بيجوا على مصر، والسائح الالماني معروف ان سائح يعني ريتش يعني راجل غني وكده وبيجي. ازاي يعني انت بمنطقة سياحية وما تنميش هذه تدرس هذه اللغات؟ اولا انا عايز اقول لحضرتك ان كلية السياحة وفنادق جامعة الفيوم، ودي يمكن ممكن تبقى مفاجأة لناس كتير جدا، هي من اعلى واقوى كليات السياحه على مستوى مصر. يعني اعلى في بقى؟ اعلى في الامكانيات. عندنا مثلا الفندق التعليمي ده لا يقتصر على النواحي التعليميه، بل انه بيستقبل ضيوف او زباين من بره، ويمكن الفندق الوحيد اللي في كل كليات السياحه اللي هو بالفعل بيقوم بدور في خدمه المجتمع، ودي نقطه غايه في الاهميه. الطلبه بيتدربوا بشكل عملي، الفندق مستواه كويس. انت قلت احد المشاكل ان مفيش جايد، مفيش مرشد طيب سياحي. مرشد لان مفيش يعني ما حد يعني بيتقن اللغه بتاع السائح. احنا ايه مشكله اللغه عندكم؟ قسم ارشاد سياحي موجود بيخرج مجموعه كبيره من المرشدين السياحيين، مش بس في الفيوم، بس بالامانه يا دكتور، هل مؤهلين ان هم يتعاملوا مع السائح يفهموا السائح؟ يعني في بعض الشركات، يعني كنا في البحر الاحمر وقالوا ان الشركات اجنبيه بتاع سياحه بتجيب مرشدين من نفس الجنسيات، فالمرشد يجي يشرح عن بحيرة قارون، يقول لهم بحيرة قارون ديت قارون ده معلومات مغلوطة. معلومات مغلوطة. يعني احنا بنتكلم يعني اكيد مشاكل السياحة في الفيوم هي جزء من مشاكل السياحة على مستوى مصر. انت راجل عندك رؤية وراجل بتدرس، ازاي نتخلص من هذه المسائل؟ يعني جنسيته ايا كانت الجنسية يشرح لآثار بلد ازاي؟ يعني قانون الارشاد السياحي، قانون مهنة الإرشاد السياحي بيمنع العمل في مهنة الإرشاد السياحي لغير المصري، لازم يكون من أب وأم مصرية عشان ياخد ترخيص الإرشاد السياحي. طب ما ازاي دول جم ازاي؟ دول جم ازاي؟ دول مناديب. مندوب يعني ايه؟ يعني هو اللي بيروح يجيب الواحد من المطار، السائح من المطار، اللي بيمشي مع السائح في الجولة السياحية لحد ما يسلمه للمرشد، والمرشد هو اللي بيتولى مهنة الشرح. ولكن اللي بيحصل ان في بعض المهن النادرة او بعض المهن، بعض اللغات اللي هي مش متواجده بكثره في المرشدين السياحيين زي البولندي مثلا او زي الياباني، اللي بيحصل ان بيطلع معاه جايد مصري كتغطيه بس، احنا بنسميه سايلنت جايد، يعني هو بس طالع
تو ليجلايز ان هو يخلي المندوب الياباني اللي طالع معاه يشرح مكانه، ولو جه اي حد بيعمل كشف على الهويه او على الرخصه هو اللي بيظهر في الكادر كبورشي. يعني ده تزييف يعني تزييف طبعا. انما طبعا ازاي يعني دكتور انت يعني انت قلت كنت شغال كمستشار وراجل بتدرس، طب يعني انت يعني اعتقد تمتلك الاثنين، يعني ما رفعتش هذه الامور يعني حرام ان احنا نزيف كمان تاريخ بلدنا. انا عايز اقول لحضرتك ان كل مشكلات السياحه مش بس في الفيوم مشخصه تشخيص جيد جدا من فترات طويله. المقترح بتاع رياضه التجديف ده على سبيل المثال موجود في على مكتب المحافظ من سنه 2009، وبصراحه اتخذ هو قولنا قولنا من هو الدكتور جلال سعيد اتخذ فيه خطوات. يعني استضافنا الاتحاد بتاع اللعبه وجي بص على بحيره قارون وعلى بحيرات وادي الريان واختار بعض الاماكن رشحها لعمل فعلا، انها ما اتخذتش خطوات بعد كده. انا اتعشم في المحافظ الحالي المهندس احمد علي وهو من انشط واشتغلوا في محافظه الفيوم الحقيقه، وانا بتعامل معاه في اللجنه العليا لجنه هيئه تنشيط السياحه، شخص ما شاء الله نشيط جدا. اتوسم فيه ان هو يكمل هذا المشوار، وان شاء الله رياضه التجديف تكون على اجنده السياحه في الفيوم قريبه جدا. طب اذا كانت بحيره قارون يعني انت اختزلت الحل في التجديف. طب ما انت عندك حاجات تانية مثلا، عندك وادي الريان. صحيح، وادي الريان ده يعني شلالات يعني اجمل ما يكون ايه مشكلتها دي كمان؟ حاليا المشكله مشكله الناس. يعني انا حاليا لما بيجي لي اجانب بتجنب ان انا اروح منطقه الشلالات. سلوك الناس في منطقه الشلالات بالذات في منتهى الصعوبه مع السايق. طيب انت جبت يعني القيت الكره في ملعب الناس الغلابه. لا مش الغلابه. نشوف بس انتقل بس ايه فضل. نشوف بقى وضع المدينه الصناعيه. الفيوم فيها مدينه صناعيه؟ الفيوم فيها مدينه صناعيه. احكي لي عن المدينه الصناعيه وايه المشاكل. حطينا كده يا رؤيه، ايه المدينه الصناعيه في الفيوم؟ فيها كم مصنع؟ فيها كم عامل؟ ايه المصانع الشغاله؟ ايه المصانع البطاله؟ شوف حضرتك، الفيوم مثال مصغر لجمهوريه مصر العربيه. كله بيقول كده بس الواقع غير كده. لا ده هو ده الواقع ببساطة شديدة جدا. ما الواقع لما يكون يصادفوا ايه؟ يمكن يعني يصادفوا انتاج، يصادفوا حاجات كتير يعني. طيب هي مصر كانت طول عمرها دولة زراعية. شتى الصناعية. وفي تطور صناعي بيحصل في مصر، صحيح تطور بطيء. الفيوم نفس الحكاية، لكن موضوع الصناعة في الفيوم بدأ متأخر شوية أو شويات عن باقي الجمهورية. احنا عندنا منطقة صناعية موجودة في كوموشيم. منطقة صناعية فيها يعني حوالي 225 مصنع. اكتر من نصهم لسه ما اشتغلوش ولسه تحت الانشاء. الجزء الباقي بيشتغل بقاله، في حاجات بتشتغل بقالها اكتر من 20 سنه، وفي حاجات طلعت المصنع ده يا باشمهندس. مجالات كتير بعضها طبعا. زي ايه مثلا؟ قول لي طبيعه المصنع شغال هناك. يعني مصنعي انا شخصيا مصنع يرتبط تماما بطبيعة الفيوم الزراعية. مصنع تجفيف حاصلات زراعية. ايه؟ تجفيف حاصلات زراعية. والتجفيف ده وسيلة من وسائل الحفظ، وبتسهل تصدير المنتجات واستخدامها في غير اوقات المواسم. مجموعات كتير قوي، والمناسبة المصنع بتاعنا انتاجه بتصدر بالانتاج، بتصدر خارج مصر، والصادرات كلها في دول اوروبا وامريكا. اللاتينية يعني. عارف يا باشمهندس انت تقول يعني مصنعك يعني خاص في، لكن هو مش مصنعي بس. ماشي احنا بنتكلم عينة بس. انا بقول لك يعني بس مصنع واحد لا يكفي، او حتى مصنعين لا يكفي. مصنع واحد للزراعه. يعني احنا كنا قاعدين على مائده الافطار النهارده مع عدد من المزارعين، وكان يعني بيشكوا الامرين وقالوا ان احنا في محاصيل سعرها بيتدنى جدا، وعشان ما فيش مجال ان احنا ما فيش مصانع. على سبيل المثال الطماطم مثلا، الفيوم معروفه ان هي طماطم الفيوم من احسن الطماطم في الشتاء تحديدا، بس بتجيلها احيانا الانتاج بيبقى كتير فبينخفض السعر، فالناس بتسيبها في الارض. طب لو انا عندي مصانع الحاجات دي، هل في المنطقه الصناعيه في مصانع للصلصه مثلا على سبيل المثال كمحصول الطماطم؟ انا اعتقد في مصنع للبصل. شوف حضرتك، ما هو ده المصنع بتاعي اللي انا بتكلم حضرتك عليه، لكن اللي هو مصنع التجفيف. وعلى فكره هو مش بينتج بصل بس، بينتج حاجات تانية كتير. لكن هو مشهور بالبصل لانه طبعا مصر. لكن خليني اكلمك على الطماطم. احنا عندنا على فكره، انا نشاطي التاني نشاط زراعي. واحنا عندنا في مصر مشكله حقيقيه في منظومه الزراعه بوجه عام. احنا ما بننتجش، في فرق بين الطماطم المائده والطماطم الصناعيه.
الصناعة لا يمكن تعتمد على طماطم مائدة وتستطيع المنافسة. طب وإيه ذنب الفلاح الغلبان؟ طب ما يعرفوه الأول يقولوا دي مائدة وديت للتصنيع، وهو يزرع حسب صح ولا لا؟ ما هي الثورة قامت عشان يفهموه دي. يعني هي الثورة قامت عشان حتة يفهموه دي، لأن إحنا كنا طول عمرنا عندنا مشكلة مع الحكومات اللي موجودة إن هي ما عندهاش استعداد لا تفهم حد ولا تشتغل مع حد ولا تخطط لحد. احنا في المستقبل يبقى عندنا تخطيط ان احنا نغير من شكل المنتجات الزراعية بتاعتنا عشان نخليها بدل ما تتصدر وهي خامة تتصدر مصنعة ويبقى في قيمة مضافة ونقدر نحقق ارباح اكتر للبلد ونقدر نحقق فرص عمل اكبر. بخصوص فرص العمل، ليه الناس العمل في المصانع ليه؟ اقول لحضرتك هي مسألة ثقافة. زي ما بقول لحضرتك الفيوم محافظة زراعية في الأساس. ثقافة العمل في الزراعة ممكن تخلي الراجل المزارع يشتغل 3-4 أيام ورا بعض 15-16 ساعة في اليوم صحيح، ويرتاح 3-4 أيام تانين لأنه مثلا نوبة الري مش موجودة أو لأنه خلص العمل اللي موجود وحيقعد يستنى كمان أسبوع أو 10 أيام أو أكتر جديد خاص بالزراعة. الصناعة بقى مختلفة، الصناعة ورديات ما فيهاش تغيير روتينية، وبالتالي الناس اللي بشتغل فيها لازم يكون عندها قبول لهذه الثقافة. أنا لو راجل بشتغل فلاح في الغيط ورحت الصبح نص ساعة متأخر هتأخر آخر النهار نص ساعة وخلص الشغل اللي أنا هعمله، دي ثقافة موجودة. لكن في الصناعة انت عاوز يعني عاوز تلخص الموضوع يعني ثقافة الإنتاج يعني يعني انت عندك يعني زي اقول ايه عندك مطلوب منك تنتج كذا لازم تنتجه بغض النظر بقى جيت متاخر يعني لازم يكون ده في الزراعه ممكن. ده في الزراعه ممكن. لكن ولا انت شايف ان في مشاكل اخرى في الصناعه؟ طبعا في مشاكل كتير يعني مثلا متعلقه مثلا ان انت ما بتامنش عليه، ان انت مثلا ما بيخش راتب مجزي، ما بيخش نهايه خدمه. شوف حضرتك ولا ده موجود حته التامين؟ ده موجود. الراتب المجزي ده شيء نسبي جدا. قد يكون الراتب نفس الراتب قد يكون مجزي بالنسبه لي لكن مش مجزي بالنسبه للدكتور صحيح. فحته الراتب المجزي دي مساله نسبيه ما حدش يقدر يحددها ولا حد يقدر يقول ما هو الراتب المجزي. الحاجه الثانيه تختلف من واحد لاخر فعلا وتختلف من صناعه لاخرى ومن صحيح. قدرات الصناعه في صناعات بتعتمد على المكن بشكل كبير جدا وعدد العاملين فيها قليل وتنتج منتجات فيها قيمه مضافه عاليه يقدر يدفع مرتبات عاليه، وفي صناعات تانية تعتمد على العماله اليدويه يبقى الراتب او تكلفه العماله جزء اساسي ومهم في تكلفه المنتج حسب نسبته هي قد ايه. ده يقدر يتطور في المرتبات بتاعته وده ما يقدرش. معدلات الرواتب عندك بتراوح يمكن كام وكام؟ يعني بالنسبه للعمال عمال الانتاج مثلا عمال الانتاج تتراوح ما بين حوالي 600 جنيه لغايه يمكن 1000 وشويه مش عارف بالظبط لكن طب والفني بقى؟ لا بيبقى اكتر من كده، في اكتر وفي اقل. بص حضرتك بس انت يعني اسالك سؤال، 1600 جنيه يعني بغض النظر بقى عن ايه ان اللي يكفيني غير اللي يكفيك، هل شايف 600 جنيه يعني بقدر يعني بدايه كويس؟ اتمنى انه ال 600 جنيه دي تبقى 6000 جنيه ولكن احنا محكومين بمنافسه. ولو احنا جينا النهارده قلنا طيب احنا عايزين نخلي رواتب الناس 6000 جنيه هندفع لهم اول شهر وتاني شهر هنقفل لان احنا مش قادرين ننافس بالمنتج اللي تكلفته اتحملت عليها 6000 جنيه. ما هي معادله. في بقى وسائل تانية ان احنا نقدر نزود المرتبات في الصناعه بوجه عام بالنسبه للمصريين اللي بيشتغلوا فيها. الوسائل التانية دي وسائل متعلقه بسياسات الدوله. طب سياسات الدوله تنقلنا بقى الى الشباب، يعني معنا ايضا الحديث الاستاذ هشام محسن والاستاذ الدكتور محمد العشيري. باشمهندس يعني انت سمعت الاثنين في مجالين مختلفين، واحد بيتكلم على السياحه وواحد بيتكلم على المدينه الصناعيه، انت احد ابناء الفيوم وراجل مهندس، يعني هل انت يعني شايف يعني الصوره في الفيوم على نفسك المستوى اللي بيتكلم بيه
الدكتور والمهندس عمرو. خلاص محمد، احنا في مشكله اساسيه في يعني عموما في الفيوم او في مصر عموما، ان يعني احنا ما عندناش رؤيه واحده تتكامل. يعني انا كشباب او احنا كان يعني الامل ان مثلا المجتمع المدني مع رجال الصناعه مع القوى التنفيذيه مع الجامعه كل ده ينصهر في يعني رؤيه واحده، تخرج رؤيه دي في المحافظه، فبالتالي لما تبقى في رؤيه واضحه لكل حاجه انا اقدر افهم ازاي السياحه هيخدم على الصناعه، وازاي الصناعه هيخدم على المهندسين كقطاع مهندسين، وازاي انا كمهندس الطبيب هيخدم عليا، ازاي هقدر ارتفع بالمستوى الاجتماعي للفيوم كلها. فالعامل بدل ما بياخد 600 لا ده انا دلوقتي المحافظه كلها بقى فيها تامين صحي وبقى فيها ما الى ذلك وما الى ذلك، فال 600 دوت هيكفوه يعني، او ممكن يبقى فيها في مصادر دخل اخرى. غياب هو دي، غياب التكامل ده بين المؤسسات، مؤسسات الفاعله في المجتمع، مؤسسات مجتمع مدني، الجامعه. هل ده يا باشمهندس هل يحتاج يعني احنا نتنقل كل يوم في محافظه وبخصوص هذه النقطه او الرؤيه الموحده ديت؟ هناك يعني من اقترح فكره الحوار المجتمعي، الحوار المجتمعي مع شرائح مختلفه من المجتمع، رجال الصناعه، رجال السياحه، الشباب. هل ده وارد انه يطبق في الفيوم؟ هل يعني مثلا اتكلمتوا مع بعض، اتصلتوا بحد وطلبتوا ان فكره الحوار المجتمعي، انت عندك نظره معينه للامور، المهندس عمرو الدكتور عنده رؤيه، الدكتور عن هل يعني فكرت هذا الموضوع؟ احنا يعني في كالمهندسين احنا بدانا يعني كقطاع مهندسين في مهندس اولا مهندس اتصالات واكترونيات احنا مثلا كمهندسين قريبا بدانا هذه التجربه في جزء صغير، جزء المرور في الفيوم، نتيجه ان في ابواب كتير طلعت في الفيوم، فبالتالي كثافه السكان في الفيوم زادت، فبالتالي الطرق اصبحت زحمه تماما، فبعتنا يعني في نقابه مهندسين وكشباب مهندسين بعتنا المحافظ قلنا له احنا عاوزين نقعد مع الجهات التنفيذيه في الدوله. ايوه احنا عندنا كليه هندسه فيها قسم تخطيط عماني، هؤلاء الناس لما لا يؤخذ رايهم تماما في مثلا في وصف الطرق، مشكله مشاكل الفيوم مثلا الملفات. يعني انت تلاقي مثلا مشكله الفيوم يعني قلب الفيوم ان ملفاتها كلها خطا، بيلف في حته من يعني شايف ان لا يتم الاستعانه على الاطلاق تماما بكليه الهندسه او نقابه المهندسين يعني في الاتصالات. يعني مثلا يعني مفيش تواصل، مفيش تواصل تمت المبادره دوت. يعني الرساله وجهها للمهندس احمد علي، هي تمت المبادره بالفعل، ومحافظ يعني لما وجهنا له هذا البتاع احنا اتفضلوا يا جماعه الفول هيبرد، عاملينه بشكل جميل. ها اتفضلوا يا جماعه مكاتبين عليه بقى ايه سوائي كافيه. ماشي ده مالناش دعوه. طب اتفضلوا يا جماعه، اتفضلوا. اتفضل يا دكتور، اتفضلوا يا جماعه، اتفضل. هيبرد الفول والبيضه لسه العيش ما فيش عيش يا خالد، فيش عيش. لا العيش اهو. طيب ما هو حطه مش في الصفر اللي ما هو بعيد عن حطه عشان طب ده عيش فيومي بقى، ده عيش فيومي كله معايا، ما هو موجود في كل مكان. ابو شيلن ده برضه ما كله بالمعالي يا جماعه. لا ده مش ابو شيلن. ها ده مش ابو شيلن، ده مش ابو شيلن، ده انا مخصوص. لا ما فيش شمس هنا، ما فيش عيش شمس هنا، لا الشمس ده عيش صعيدي اسمعوا، لا غير العيش الشمسي، لا الشمس. ها اتفضلوا يا جماعه، عاوزين العيش، حد ينقل لهم العيش يا جماعه. هم بقول لك ما نخش الا بالعيش. هات انا نقول لهم هات هات يا استاذ. طب انت دايما جبت لنا وما جبتش نفسك يعني حضرتك ضيف عندنا المفروض تفضل حضرتك. لا انت اللي ضيوفنا والله. الله يكرمك يا دكتور. كده بقى شكل الترابيزه جميل. سياحه وفنادق. هناكل ونتكلم بقى. دكتور بوصفك طبيب بقى، الصحة في الفيوم عاملة إيه؟ صحة الفيوم عاملة إيه؟ صحة المواطن الفيومي. هو أول حاجة صحة المواطن الفيومي. اتفضل يا باشا. يعني لازم أقول لكم اتفضلوا؟ اتفضل يا عم اتفضل يلا. أنت ما تاكلش يا اتفضل يا لا أنا بخلص الكلام. أنت بتتكلم يلا اتفضل يا باشا. بقول صحة المواطن الفيومي هي نفسها نفس صحة المواطن المصري، زي المواطن المصري في كل حتة. نسبة كبيرة جدا سرطان، نسبة كبيرة جدا فشل كلوي، نسبة كبيرة جدا فيروس سي. تمام. عندنا مشاكل صحية كتيرة جدا، وفي نفس الوقت احنا كنا في نظام ما كانش فيه
اي ان هو اي تخطيط تمام او اي فعاليات ان انا اقدر اتغلب على ده كله، ان انا ادي امكانيه ان انا انزل موازنه للصحه. اتفضلي فول، جيب لها طبق فول يا استاذ حمدي، حط طبق فول قدامها، هي وعدت انها تاكل فول. اتفضل يا باشا. ان انا ادي موازنه للصحه كويسه بحيث ان هي تقدم خدمه طبيه محترمه للمواطن المصري. فهي مشكلة في فيوم يعني مشكلة كمشكلة مجتمعية كاملة، مشكلة مصر كاملة. نحن في مستشفيات بتستقبل كميات مهولة من العيانين، من الحوادث، من الأطفال المحتاجين حضانات. مستشفى عام ولا واحد صحية؟ لا، الفيوم العام، مستشفى الفيوم إيه؟ العام. مستشفى الفيوم العام. طب مستشفى الفيوم العام ده يعني صراحة حالة صعبة أوي. أنا شايف الصورة وردية. لا ما ينفعش، أنا أساسا يعني أنا صاحي نايم بايت في مستشفى الفيوم العام. عامل إيه مستشفى الفيوم العام؟ انا مره علشان انت عارف ايه دخلت مستشفى في يوم العام تقريبا من سنه. انا وجدت يعني كائنات بجوار المشرحه، كلاب، ليه كلاب يعني كلبه واولادها يعني مش احنا عصر جنب المشرحه. لا المشرحه بعيده عن الناحيه الثانيه، ما جراش بس داخل حرم المستشفى. حضرتك مش داخل حرم المستشفى، حضرتك في حضرتك انت بتتكلم، انت اول حاجه دخلت من باب المستشفى، انت لو دخلت من باب المستشفى لحد اوضه جوه اوضه العمليات جوه ما حدش يقول لك انت رايح فين. انا ما عنديش ده نتيجه انعدام الامن ولا ايه؟ ده نتيجه انعدام الامن، يعني ما حدش يقول لك انت رايح فين ولا بتعمل ايه. احنا بنبقى شغالين عمليات جوه المستشفى تمام، واهل اهل العيانين داخلين يتخانقوا جوه، اهل العيان داخلين بالعيان بتاعهم جوه، اهل العيان يقول لك ده اخويا. كنا على فكره يعني دلوقتي اخويا تعمل له عمليه اسيبه ازاي؟ طب كتير جدا من المستشفيات في الوقت الاخير دوت شكت من انعدام الامن وان في بلطجيه بتدخله او ذوي ال حضرتك هو يعني برضه لما نقول بلطجيه يعني انا هقول لك يعني مش بلطجيه يعني انا ما اقدرش دلوقتي ان انا اقول ان هم بلطجيه. هو انا مش بلطجيه، انا بقول لك اقارب المرضى. المشكله ان بنسبه كبيره من الشعب بلطجيه، ان اللي كان ماشي جنب الحيط زمان اللي ماشي جنب الحيط، انا دلوقتي كنت معايش ناس، عايش ناس في القهر والذل، اللي هو عايش عشان يوكل ابنه ولا يوكل عياله بالعافيه تمام. كان اللي هو ربيت واحد سخط على المجتمع، بس كان خايف من حاجه، كان خايف، حتى لو كان خايف كان خايف من الظلم، حاجه غلط انا ربيته على الغلط. طب اسالك يعني يعني انا شخصيا كان ليا تجربه مع الناس والناس اللي هم بيقولوا ان هم بلطجيه، فقلت لهم ايه الحكايه؟ قالوا احنا مش بلطجيه، احنا اللي بنعمله رده فعل على سوء معامله من الاطباء. انا جايب واحد يعني ما بين الحياه والموت، واحد بيقول لازم تتخذ 20 اجراء عشان ادخله وتعمل له اسعافات. طب يعني رده فعل الاقارب هيكون ايه؟ هيكون غير ايه؟ غير انه يزعق ويعلي صوته ولا لا؟ حضرتك ولا انت حضرتك انا هقول لك حاجه، حضرتك انا هقول لك حاجه. انا حضرتك لما تكون انت مثلا داخل المستشفى معاك حضرتك لا قدر الله حادثه، معاك اي مشكله، انت مثلا لا قدر الله قريبك من اي حاجه، قول مثلا الحادثه تخش معاها واحد اثنين وفي فرد امن، يخش لي اثنين من افراده، اثنين من اهل الحاله، اقول مثلا ده انا مشخصه كذا كذا، محتاج كذا كذا قدامي تمام، وهعمله ان شاء الله كذا كذا، حالته خطره مش خطره. طب يا دكتور طب انا بشخص الحاله، اقول له مثلا الحاله كويسه متوسطه سيئه، ما ينفعش ان انا حاله تبقى سيئه واسيبها وامشي. بس المشكله في حاجه، المشكله ان انا الحادثه بتيجي 50 واحد جاي و50 واحد كمان جاي وراهم، اكون انا عملت للعيان حاجه ورايح اعمل عليه حاجه ثانيه، يروح جاي واحد. طب الى جانب موضوع الاستهبال دوت، الى جانب موضوع الاستهبال وعدم يعني مثلا في بتبقى انت واقف بتكشف على الحادثه واولاد كذا واولاد كذا. طب انت في مستشفى في يوم العام والمفروض تبقى اعلى مستشفى حكومي في المحافظه صح كده؟ هل المستشفى متوفر فيها الفريق الطبي القادر انه يتلقى اي حالات؟ هل متوفر العلاج اللازم لاستقبال هذه الحالات؟ ده موجود ولا انت يعني شايف ان في نقص عجز؟ الفريق الطبي في استقبال حالات الطوارئ موجود 24 ساعه. اتفضلوا يا جماعه اتفضلوا، يعني احنا في المستشفى العام. اتفضل يا باشا اتفضل. كفريق طبي وكفاءه بشريه موجود 24 ساعه انها تستقبل كل الحالات. لا ما انا بقول ما بصحش، بس انا عندي الاجهزه، كنقص في الاجهزه، في تخصصات طبعا ما عنديش، في تخصصات اساسا معدومه عندي. هنكمل يا باشا، هنكمل ان شاء الله. انا في تخصص زي جراحه المخ والاعصاب، جراحه القلب والصدر، ده مش موجود عندي. العيان زي ده انا عندي الكفاءه الطبيه ان انا اعمل له كل الاسعافات الاوليه وانقله لعربيه الاسعاف المجهزه بيه اللي توديه المكان في مصر، بس برضه بيبقى عندي مشكله ثانيه.
اللي ممكن العيان اللي محتاج مثلا جراحة قلب وصدر، جراحة مخ وأعصاب، يلف على 7-8 مستشفيات بالإسعاف ويرجع لي وما أقدرش أعمل له حاجة. يعني ككفاءة بشرية موجود، كناس بتشتغل موجود، ككفاءة يعني ككفاءة أجهزة وكده على قد المتاح إحنا بنشتغل. ينقلنا المدينة الصناعية، يعني أكيد الصناعة مرتبطة بالصحة كل حاجة. أنت لما بتبقى مطمئن على عمالك إن لو تعرض لإصابة عمل إن هتلقى مستشفى في الفيوم تسعفه في حالة الإصابة، شوف ولا بقى عندك قلق؟ الحقيقة إنه أحيانا بيحصل، اه، ولكن هي ما بتبقاش حاجات يعني عنيفة بالشكل ده. الإصابات العادية دايما بيحصل إسعاف، والحقيقة ما عندناش مشكلة من الناحية دي. شكرا لدكاترة الفيوم على الكلام ده. لكن ما احنا واحنا ماشيين على الطريق بنقابل حوادث احيانا الحقيقه. اداء الاسعاف مثلا اداء كويس جدا. يمكن المشكله في الامكانيات الغير متاحه في المستشفيات، وده برضو يرجعنا تاني لقصه انها سياسه دوله، ما هياش مسؤوليه اطباء. انا راجل طبيب ما عنديش امكانيات متاحه جوه المستشفى، ما تقدرش تقول حتى الزباده دي ازاي هتقدر تاخد مني الخدمه لو انا ما عنديش الجهاز اللي المفروض اشتغل عليه، لو انا ما عنديش الممرضه المدربه اللي المفروض تشتغل معايا وتساعدني، لو انا ما عنديش ابسط. شايف ان الفيوم ناقصه كوادر شويه؟ مش كوادر، الفيوم ناقصه امكانيات. الفيوم محتاجه استثمارات كتير جدا في مجالات كتير جدا. و يعني يمكن حاجه من الحاجات، المهندس احمد علي محافظ الفيوم كنا في اجتماع من حوالي شهر تقريبا، وكان بيتكلم معانا انه الفيوم فيها مستشفى مبني بقاله يمكن 4-5 سنين خاص بالاورام، وانهم مش عارفين يشغلوه بسبب عدم وجود تمويلات. وكنا بنتكلم ازاي نعمل عملية تنمية موارد عشان نقدر نمول المستشفى دي ونشغلها، لأنه في ناس كتير في ناس كتير مثلا بتضطر تسافر من الفيوم للقاهرة وترجع في نفس اليوم عشان تتلقى علاج كيماوي مثلا. ده سببه الوحيد انه مفيش امكانيات كفاية. طب دكتور، هل الفيوم عندهاش امكانيات سياحة علاجية؟ الفيوم طبعا فيها منطقه اسمها عين السليين. منطقه عين السليين كان فيها عيون كبريتيه. العيون الكبريتيه دي كان لها قدره كبيره جدا على شفاء الكبد، بس طبعا دي انتهت مع الزلزال ومع محاوله استثمار خاطئ. يعني هل فعاليه الميزه دي يعني انتفت ولا ما زالت موجوده؟ ما انتفتش بقى ليه؟ ان احنا عندنا في وادي الريان في اقصى الجنوب الغربي لبحيره البحيرة السفلى في وادي الريان في منطقة اسمها منطقة العيون الطبيعية، فيها 4 عيون كبريتية ممتازة للسياحة العلاجية. يعني لو مستثمر جاد في مجال السياحة العلاجية أرشح ليه المكان دوت من الأماكن الأولى على مستوى مصر كلها. وإحنا عندنا النهاردة لما نسمع إن الأردن مثلا أصبحت الثاني في السياحة العلاجية على مستوى الشرق الأوسط والرابع على مستوى العالم في السياحة العلاجية للسنة الثانية على التوالي، يعني بتنافس فرنسا وبتنافس الدول اللي هي مشهوره قوي في السياحه العلاجيه، ونلاقي ان عندنا في مصر في امكانيات السياحه العلاجيه، وللاسف احنا ما فيش اهتمام بتسويق السياحه العلاجيه. ده شيء مشين الحقيقه. مع وجود منطقه زي منطقه العيون الطبيعيه في وادي الريان، السياحه العلاجيه ليها مستقبل كبير في الفيوم. انما انا يعني عايز انتهز الفرصه ديت وان انا اوجه مجموعه من الرسائل السريعه جدا. يعني اولا الاستاذ هشام زعزوع وزير السياحه الجديد، طبعا هو ليه باع طويل جدا في مجال السياحه، وكان مدير الغرف السياحيه لفتره طويله، وكان مساعد وزير السياحه لمده 4 سنين أو 5 سنين. بعد كده تولى في المطبخ وتولى منصب وزاره السياحه، وانسان ذكي جدا وفاهم سياحه كويس قوي. ارجو وضع الفيوم على الخريطه السياحيه. يا جماعه بصوا للفيوم، لما الدوله بصت لشرم الشيخ لاهداف خاصه وبصت للغردقه والاخ، بقت شرم الشيخ والغردقه. يعني موضوع بص على الفيوم ده ينقلني للمهندس باشمهندس هشام. يعني لو الجهات التنفيذيه فوق والحكومه الجديده بصت للفيوم كده يعني بنظره رضا
واستغلت امكانياتها، ايه اللي ممكن تقدمه الفيوم لمصر يعني؟ الفيوم لمصر كدبي للعالم. هي نقطة ارتكاز بين شمال مصر وجنوب مصر. ممكن ان تكون منطقة حرة يعني تخدم على الصعيد كله. اتفضل يا باشمهندس. يا دكتور باشمهندس البيض ده مش عاجبه الاكل ولا ايه؟ اتفضل يا باشا اتفضل. تخدم على ان هي تبقى حلقة وصل بين الشمال وبين الجنوب، تبقى منطقة عبور بضائع، تبقى منطقة تفريغ وصناعات تكميلية، ترانزيت يعني. ترانزيت. وهي مكانها هو كده يعني. حضرتك لو شفت يعني خريطة مصر، هي في قلب مصر. لو تم التقديم عليها بمجموعة يعني طرق محترمة وخدمات جيدة واستراحات للنقل البضائع وتفريغ البضائع وتكميل البضائع، هتبقى منطقة رائعة للتجارة الداخلية، التبادل التجاري. هتبقى أفضل مدينة ممكن أن يقدم فيها تبادل تجاري على أعلى مستوى. ده مبدئيا. الحياة التانية بقى أن قرب الفيوم من القاهرة صحيح أعطاها ممكن يعطيها ميزات صناعية رهيبة. أن أنت ممكن تعمل صناعات كثيرة تكميلية هنا في الفيوم وتساعد تخدم بها على منطقة صناعية في أكتوبر. صحيح. حكم أن أكتوبر خلاص أصبحت مدينة صناعية كبيرة بها مصانع حجم مصانع كبير، ممكن تبقى تنشئ مصانع تخدم عليها او ممكن تتبادل معاها. لما تحب تعمل توسعات وهي مش لاقي مكان يعني اماكن جيده، ممكن توصل الفيوم بحكم ان يعني انا حضر الحاكم اتحكم الساعه 6 الصبح بكره. لو طلعت لكاميرا الجزيره عند طريق مصر هتلاقي كميه من العمال اللي بيسافروا القاهره و6 اكتوبر. صحيح. رهيبه. انا لو مستثمر، طب ما هي العمال اهي، الايدي العامله اهي، قرب الفيوم من القاهره هذه ميزه تنافسيه. وجود الطرق المواصلات الجيدة بتوصل لمصر ميزة تنافسية. بالتالي أنا إيه اللي ينقصني؟ ينقصني إن يبقى فيه رؤية يعني رغبة جدية في الجهات التنفيذية إن أنا أفتح المستثمر أبوابي هنا. ما أفتح المستثمر أبوابي هنا. طب شباب الموضوع المستثمر إزاي أفتح؟ يعني أنت كطبيب إزاي أفتح يعني المستثمر اللي يستثمر في المجال الصحي ويقدم خدمات لأبناء الفيوم في ظل يعني تراجع أداء المستشفيات الحكوميه؟ حضرتك هو نقطه الاستثمار في المجال الصحي صعب شويه يعني. المفروض الخدمه الطبيه الحكومه تدعمها، اما ان انا استثمر في المجال الصحي، طب ما المستثمر عايز يكسب. استاذ المخ والاعصاب، جراحه المخ والاعصاب لما ما اقدرش اجيبه عندي في المستشفى العام، استاذ جراحه القلب والصدر. اتفضل يا باشا كل جبنه. اي واحد دي جبنه باكل ودي جبنه رومي. اي رجل اعمال يبني مستشفى خاصه، بجيب الدكتور ده بس بيعمل العمليه بكام؟ بيعمل عملية ب 10,000 و 15,000. ما انا راجل مستثمر فتح مستشفى عايز اكسب يعني. انا في الاخر مشروع غرضه الربح، انا مش غرضي صحة العيان. طب يعني انا ايه الاستفادة يعني اللي هتقعد عليه؟ ان موضوع الصحة يجب ان يكون لا ما دوم في عباءة الحكومة. ايوه طبعا. صحيح. لان انا ما ينفعش دول العالم. يعني هو في بريطانيا، انا قعدت في بريطانيا سنتين، في الجي بي اللي هو المستشفى الصغير اللي موجود في كل منطقة بيخدم كل منطقة. ده مجانا تماما لكل الناس، كل الشعب بيتعالج في حته واحده وبيتلقى خدمات ممتازه. التامين الصحي يجب ان تكفله الدوله بالكامل لكل الناس نظام واحد. في الحالات الحرجه بتتحول للمستشفيات بتعالج بالمجان برضو، وفي استثمار برضو في المجال الطبي، ولكن لحالات معينه هي عايزه تروح مش عايزه تمشي في اجراءات يعني روتينيه يعني معينه. يعني المساله نتكلم على الكواليتي زي ما النوعيه. يعني مهندس عمرو، هل المدينه الصناعيه فيها مستشفى؟ مستشفى بمعنى مستشفى لا، لكن وحدة صحية. لكن فيها وحده صحيه، فيها وحده اسعاف اوليه. هل يعني هل مؤهله لخدمه المصانع وطبيعه المصانع اللي بتعمل في هذه المنطقه؟ طبيعه الاصابات قادره على استقبال الاصابات؟ طبعا احنا يهمنا انها تكون افضل من كده. لكن بالنسبه للاصابات انها تكون على نفس المستوى يعني. يا فندم هي دايما مشكله تمويل وتخطيط ورؤيه واراده. احنا في مصر بواجهه عام، مش الفيوم يا جماعه. الفيوم مجرد اتفضل يا باشا. الفيوم مجرد مثال للي بيحصل في مصر كلها. احنا محتاجين رؤيه، والرؤيه دي بس كده مثلا المدينه الصناعيه واراده تنفذها. اكيد انتوا يعني رجال اعمال ومعاكم فلوس، يعني ايه المانع ان انتوا تقدموا اقتراحات لاقامه مستشفى على مستوى مستشفى موجوده ومحترم في المدينه الصناعيه؟
مستشفى موجوده وناقشنا الموضوع ده. ناقصه اقول لحضرتك لقينا كوادر. لقينا انه احنا لما بنعمل تامين صحي احنا بنعمل تامين صحي للعمال على حسابنا وبنستقدم دكاتره احيانا و و و و وكده. لقينا ان احنا عشان ننفذ هذا الكلام على هذه المستشفى هنتكلف اكتر بكتير جدا من القيمه اللي هناخدها من هذه المستشفى. بمعنى ايه؟ احنا عندنا كام حاله بتحصل في السنه؟ حاله اصابه مثلا، حد دراعه اتخبط، حد ايده اتعورت، حد رجله اتعورت. على اقل توفر الاسعافات الاوليه. ما هي يعني في هذه المنطقه الصناعيه يعني الاسعافات الاوليه بتتعامل مع الات، بتتعامل مع متوفره. وبعدين حضرتك عارف ان احنا حوالينا قرى كتير فيها وحدات صحيه، واحنا عاملين اتفاقات مع وزاره الصحه، مع وزاره الصحه في الفيوم، انه هذه المستشفيات بتتلقى هذه الحالات وفي اقل من 5 دقائق بتكون موجوده هناك. انما احنا ما بيحصلش ان احنا مثلا محتاجين في المنطقه الصناعيه وحده تعمل لنا عمليات قلب مفتوح مثلا. مش مطلوب ان ده يكون موجود. فمفيش اي داعي ان احنا مثلا يعني تكون المستشفى مثلا مزوده، وده ينقلنا للدكتور. يعني المدن الصناعيه يعني ابسط حاجه مثلا حاجه متعلقه بجراحات الاوعيه الدمويه، خاصه لما يكون يحصل حاجه في الاطراف، حاجات زي كده. هل ده مش يعني انت كطبيب مش الحاجات ديت يعني بديهيات في المدن الصناعيه ولا؟ هو كنقطه برضو بتكلم يعني يعتبر المدينه الصناعيه مش بعيده قوي. تمام. تاني حاجه الاسعاف بيبقى مجهز، فان هو مثلا حاجه زي دي تحصل اي مشكله، يعني المشاكل مثلا اللي ممكن يتعرض لها العامل وهو شغال، ابسط حاجه يعني ابسط حاجه بتجي لنا المستشفى ان هو شغال على المكنه تقطع حته من صباعه مثلا. تمام. فده يعني هو مش يعني لو هو انت عندكم جراحات اوعيه دمويه؟ لا احنا اول حاجه ما عندناش جراحات اوعيه دمويه. يعني انا احكي لك على قصه، في شخص اصيب وانا كنت شاهد عين على هذا الموضوع، وفعلا يعني اصيب وتعرض للمشاكل في الاطراف، وجي مستشفى الفيوم العام ولم يجد يعني من يسعفه، وكان نتيجه انهم حولوه الى القاهره. لما تحول للقاهره كانت عمليه باظت. يعني متى ينتبه المسؤول الى مثل هذه الحالات؟ انا حضرتك انا مثلا لو الشريان اللي بيغذي العضو اتقطع يعني لمده 6 ساعات خلاص، انا مثلا عبل ما يجي لي ممكن يقعد لي ساعه من عندي، ساعه كمان عبل ما يروح هناك وياخد اجراءاته. افرض مثلا دخل بعد 4 ساعات العمليه، عبل هم شغالين خلاص العضو. يعني انت عايز تقول له مفيش مشكله ان يروح القاهره؟ لا مش مفيش مشكله، انا المفروض يبقى عندي، انا ما عنديش الكادر اللي يشتغل كده. يعني انا لو ليه ما عنديش ليه؟ طيب يعني انا مش متوفر عندي انا مش متوفر عندي جراح مخ، انا مش متوفر عندي جراح اوعيه دمويه. تمام. ما دي برضو هنقول مثلا مشكله ان انا عندنا نقص كوادر كتير جدا في المستشفيات الاقليميه. تمام. ليه؟ لان انا مثلا ما عنديش اي مديريه الصحه مثلا عندي او المستشفى، انا اديني مثلا امكانيه ان انا انتدب حد. تمام. انتدب مثلا اصطف من اي جامعه يجي يعلمنا الحاجات دي. بخصوص الانتداب يا باشمهندس، هل الفيوم بحاجه الى انتداب مهندسين لاعاده يعني النظر في التخطيط العمراني؟ لا، هي الفيوم فيها مشكله اكثر من ذلك. المهندسين ما بيلاقوش اساسا فرص عمل، بيهاجوا. يعني انا معظم مهندسين اتصالات حكم تخصصي، ما كان حاجه تخصصك. يعني انا كمجال مثلا لما اجي اشتغل في فيوم لن اجد مجال مكان غير ان اجي سنترال مثلا، حاجه حكوميه او واحد اداره مهندس في اداره ليس تخصص تماما كمهندس على الورق. انا عشان الاقي شغل انا كمهندس الاقي بقى شغل ليش؟ الاقي كل زمايلي يعني هجره الى القاهره عشان يروح يشتغل مثلا في شركات الاتصالات، في شركات البرمجه بقى الى ذلك. انت شغال فين ولا في القاهره؟ القاهره للاسف. انا يعني حتى كنت بحكي للمهندس، انا حاولت ارجع الفيوم، كان مجموعه من زملائي كان عندنا حلم ان احنا الهند والصين وما الى ذلك. احنا عندنا هنا في الفيوم كليه هندسه، كليه حاسبات ومعلومات، يعني لدينا القدره ان احنا لو قدرنا نعمل شركات صغيره برمجيات ونصدرها لكل دول العالم سنفتح افاق العالم. يعني كل واحد قاعد في بيته بتكلفه صغيره جدا، المهندس اللي ياخد مثلا هناك 3000 جنيه ممكن ياخد هنا 1000 جنيه و1000 ونص وهيديك كفاءه اعلى، لان يعني انت عندك كليه وعندك الصف دكاتره يشوف هذا الموضوع. اين التبني؟ مين اللي يفكر المحافظه؟ انا يعني هو ده السؤال اللي لازم نساله، مين اللي بيقعد يفكر المحافظه كرؤيه استراتيجيه؟ المحافظه دي فيها كليات كذا كذا كذا، طب احنا الكليات دي ممكن الناس دي بتروح فين بعد ما تتخرج؟ هل طب بيروحوا يشتغلوا في تخصصاتهم ولا مش هيروحوا في تخصصاتهم؟
بنستفيد منهم وما بنستفيدش منهم، بيهاجوا بيروحوا القاهره، بعد ما بيروحوا القاهره هل ممكن نعيد كسبهم؟ انا كنت قاعد مع يعني مهندس من احد كبرى شركات اتصالات، كان امنيه حياته ان هو يرجع الفيوم يفتح شركه برمجيات للسوفت وير ابلكيشن على الموبايل، وبعدين ما رجعش يعني يرجع هو راجل اصبح عنده الخبره الجيده والعلاقات المتينه والاموال اللي عاوز يستثمرها، ويرجع يفتح شركه هنا بشباب المهندسين في الفيوم ويبدا يصدر في كل مكان. نحن نقص رؤيه، نقص التكامل المجتمعي، هذه هي مشكله الفيوم ومشكله مصر. طب التكامل المجتمعي دكتور اسامه، يعني ده يقودنا الى فكره السياحه الداخليه. يعني يعني سمعنا بعض معلومات ان السائح الاجنبي بيجي يقعد 10 ايام بيصرف 100 دولار، ولما يجي سائح من بلدك اليوم الواحد يكلفه 100 دولار. يعني شفنا افواج يقول لك بيقعد اسبوع 100 دولار بما في ذلك تذاكر الطيران، عشان واحد يجي من القاهره للفيوم بيصرف في اليوم 100 دولار. بالنسبه لي التكامل المجتمعي مش بس قاصر على السياحه الداخليه، احنا عندنا هنا في الفيوم اكبر عدد من القرى اللي اهلها متخصصين في انواع جميله جدا من الحرف اليدويه. صحيح، ودي ثروه من الحرف اليدويه اللي انا شخصيا ومعظم المتخصصين في مجال السياحه بيخشوا من انقراضها قريبا جدا. زي قريه تونس مثلا، زي قريه تونس وقريه النزهه، يمكن قريه تونس لان هي مشهوره وبتسوق بره وبتقبلها، انما مثلا قريه زي النزله هيبطلوا خلاص شغلهم رغم ان هي اقدم القرى اللي بتعمل هذا. يا ريت يعني مثلا الانتقار. يعني تحطنا يعني كده تعريف لقريه تونس، بتشتهر بايه يعني للمشاهد كده، يعني نبذة صغيرة عن قرية تونس. قرية تونس هي من القرى الجميلة جدا اللي بتقع في أقصى الجنوب الغربي لبحيرة قارون. القرية دي عالية عن بحيرة قارون على تبة عالية، فالمنظر طبعا فدق قوي، فشمال البحيرة الشاطئ الشمالي قريب قوي، فالمنظر بديع جدا لأن في مساحة خضراء. بعد كده البحيرة اللي جاي المنظر البديع، ايه بقى الصناعات اللي فيها؟ الصناعة خزافة سويسرية جت من 40 سنة اسمها ايفلين بوريه، بدأت نوع معين من الخزف اللي بيعتمد على خيال الخزاف، في نقش مجموعة جميلة جدا من المناظر البيئية، بيعمل جمل، بيعمل مثلا زوق الطبق أو الحاجة الخزف اللي هو بينتجها، بتبقى ليها جميلة جدا جدا لأنها تلقائية جاية من داخل الفنان ومن عقله. اشتهرت جدا ودخلوا مسابقات كتير جدا داخل مصر وخارج مصر، عملت مدرسة، المدرسة دي تخرج منها أجيال دلوقتي اللي بدأت تعمل ورش منفصلة، الورش دي ناجحة جدا جدا في التسويق داخل مصر وخارج مصر. نموذج لقرية تحولت فيها البطالة إلى صفر، كل القرى اللي حواليها بتعاني من البطالة إلا القرية دي. طب والنازلة بقى؟ النازلة على النقيض تماما. إيه بقى اللي فيها؟ فيها برضو نوع من أنواع الفخار بس مختلف خالص. الفخار اللي في تونس بيتعمل من الطين الاسواني الاحمر، الفخار اللي في النازله بيتعمل من الطين، بيتخلط بالقش وبيتخمر وبيتنقى وبيتعمل منه اللي هو الزير والبقله والحاجات اللي هي المنقد والحاجات الجميله اللي الناس المحليين بيستعملوها. دي موجوده كمان في منطقه كومشين، موجوده في منطقه كومشين على توسع. انما هي في النازله متوارثه من عهد الفراعنه، ودي القيمه التراثيه والتاريخيه للمنطقه، إن الناس دي ورثت هذه المهنة عن أجدادهم وأجداد أجدادهم وأجداد أجدادهم، عايشين في قاعدين بيعملوا الطبق ده أو البقلة دي أو الزير ده في بيت، في ورشة مفتوحة من الطين، المحارق بتاعتهم من الطين، زي ما هي منطقة تراثية. دي اللي تصور فيها دعاء الكروان، اللي تصور فيها البوسطجي، اللي تصور فيها أفلام من التراث بتاعنا، لا يمكن أبدا إهمالها، فهي جزء من التراث، احنا ورثناها عن اجدادنا ويجب الحفاظ عليها. النهارده اصبح في منتجات الومنيوم بدات الناس تستعملها. النهارده الزير بيتباع بكام ولا البقله بتتباع بكام؟ مين بيخزن مثلا 5 جنيه ولا 10 جنيه؟ حاجات كلام فارغ. البقله يعني بتتباع ب 2 3 جنيه. يعني عايزين نعود بقى مجددا، فين بتوع السياحه عشان يسوقوا الحاجات دي؟ عملنا مجموعه كبيره من المشروعات، استقطبنا الايطاليين وهم مغرمين جدا بالسياحه في الفيوم والتنميه السياحيه في الفيوم، وفي مشروع قريب ان شاء الله يعني نبشر اهل الفيوم اصحاب الحرف البيئيه، في مشروع متخصص في تنميه الحرف البيئيه وفي اعاده تنميه السياحه البيئيه هنا في الفيوم. فين حته يعني؟ وفي قرى اللي هي القرى اللي بتتميز بالحرف البيئيه اللي منها تونس والنازله وتونسيا. مكان
المشروع ده هيبقى فين؟ منفذ المشروع، منفذ المشروع شركه اسمها مايز. دون ذكر اسماء انا بقول لك مكان وهيبقى فين؟ هل في المحافظه؟ في المحافظه. هل في مركز ايه؟ في المحافظه. في المحافظه نفسها. وفي منظمه اهليه مجتمعيه ان جي او هنا في الفيوم اسمها فاوده، اللي هي تنميه الزراعات البيئيه. فده جزء مهم جدا يجب تنميته، الحرف البيئيه. بخصوص البيئه يا باشمهندس، الى اي مدى تحرص المدينه الصناعيه على مراعاه العامل البيئي؟ شوف يعني سمعت ان في مشاكل جدا، يعني احد الحاجات من مصنع يعني احد المصنع. يعني احد الحاجات اللي الفلاحين والمزارعين بيشكوا منها ان كثير من المصانع في المنطقه الصناعيه بتلقي بمخلفاتها في ميه النيل. ده غير حقيقي. في ميه البطس. ده غير حقيقي. ايه غير حقيقي؟ لا حقيقي. لا مش حقيقي. انا يعني انا عشان تبقى عارف انا احد ابناء محافظة، وعارف ان في بعض المصانع بتلقي بالمخلفات مخلفات. مش حقيقي. انا بقول لك حقيقي. اصور لحضرتك. ونستطيع ان نعاين هذه الاماكن. يا ريت. يعني في مواسير بتمتد من المنطقه الصناعيه الى منطقه الى 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 الى, إلى, إلى, إلى مصرف البطس، ومصرف البطس ده غيره اراضي زراعيه. كويس قوي. يبقى كده هو حقيقي. بس ربما انت ما بتعملش. بس هو حقيقي. لا لا لحظه واحده بس. الكلام اللي حضرتك قلته ده معناه انه ليست المصانع من يلقي بالمخلفات. من يلقي؟ هذا هو نهايه شبكه الصرف اللي موجوده في الدوله. لا 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 ثانيه واحده بس. اصل انا دارس هذا الموضوع وهذه المشكله وبنشتغل عليها بقالنا فتره طويله جدا، وبنحاول دلوقتي في المنطقه الصناعيه ان احنا نجد وسائل تمويل لاعاده بناء شبكه الصرف ومحطه الصرف اللي في المنطقه الصناعيه. هو اللي حصل ان المنطقه الصناعيه دي لما اتعملت التصورات اللي كانت موجوده من وزاره الاسكان في اوائل التسعينات لما حطوا تصميمات شبكات الصرف للاسف كانت تصورات ضعيفه جدا. وعملوا شبكه صرف لا تصلح انها تكون شبكه صرف النادي الرياضي صغير. طب والنتيجه لما حصل ان الناس استثمرت وفي مصانع كبيره قوي دخلت في المنطقه، احد هذه المصانع مجمع صناعي كبير مملوك للقوات المسلحه بيغذي مصر كلها بالشابه السائله. والمصنع ده لوحده عايز شبكه صرف قد اللي موجوده في المنطقه الصناعيه 10 مرات. فاللي حصل انه نتيجه سوء تخطيط لما المستثمرين جم وبداوا يستثمروا فلوسهم وبداوا يبنوا مصانع وبداوا ينتجوا وبدا يبقى في عمال بتروح وتدخل المصانع وتستخدم دورات المياه اللي موجوده في المصانع، ومصانع تانية بتشتغل في كيماويات، ومصانع في حاجات بتحتاج تستهلك ميه فيها وبالتالي بتصرف. حصل انهيار لهذه الشبكه وانهيار لمحطه الصرف. كل المعالجات اللي بتتم لهذا الموضوع من حوالي 6-7 سنين مؤقته وتمثل هروب من مواجهه الحقيقه. طب يعني قبل يعني ان ننتقل الى يعني المكان الاخر، باشمهندس يعني كيف ترى المستقبل في ظل هذه الحكومه الجديده والعهد الجديد برئاسه الدكتور مرسي محافظه الفيوم، يعني كيف توضع في الاطار او في البرواز الملائم ليها؟ يعني انا هي حكومه الشباب، هذا يعني اقدر ان هم يبقى في ديناميكيه. ان هم حكومه يعني تكنوقراط، وده شيء جيد انه يبقى في تخصصيه في الموضوع. اذا قدروا ان هم يعملوا الحوار المجتمعي والتواصل تنجح الحكومه. اذا كل واحد اشتغل بجزء منعزله كل واحد هنعالج معالجه مؤقته لمشاكل ممكن الناس تحسبها كده، وانا اجي بعد 4 سنين ولا 5 سنين وتستمر هذه المشاكل الكيميائيه. الحلقه المفرغه دي حلقه مفرغه. هل ده برضو يعني صوره بنفس الدرجه؟ لا يعني انا حاسس في الصحه زيها زي اي مثلا زي اي وزاره، ان احنا مثلا جبنا وزاره جديده، الوزراء اتغيروا، اليات العمل بالنسبه للمدير اللي ماسك كل مصلحه حكوميه اللي ماسك كل حاجه هي نفس الاليات القديمه، نفس عقليه الموظف اللي قاعد على مكتبه، نفس العقليه القديمه، نفس الروتين في ان انا اغير حاجه او اجدد حاجه او ان انا احب اعمل حاجه او ان انا اقدم. المفروض ان عندنا بيئه ثانيه مختلفه دلوقتي تغير العقليه ديت. يعني انا دلوقتي حاول تدي مقترح في اي مستشفى في اي مصلحه،
حاول ان انت اقول للموظف طب ما تروح مثلا للمدير بتاعك. انت يعني شايف ان ما فيش امل؟ لا مش شايف ان ما فيش امل، انا شايف ان نبدا برضو يعني كبدايه من فوق، وكبدايه برضو ان احنا نغير نظام منظومه العمل. يعني منظومه العمل بروتينها صعبه جدا ان انا اغير بيها. طب يعني من هذه الصعوبه اتفضل اضيف بس حاجه صغيره، في حاجه مهمه جدا، ان لازم الحكومه الوزاره الجديده تضع عليا ان تقبل اقتراحات الناس.